أخونا سعيد من ألمانيا يقول بعض الأخوات يصلين في السيارة جلوسا لأنه لا يستطيعن أن يصلين في بعض الأماكن خوفا من بعض المضايقة، هل هذا الفعل صحيح؟ أولا هذا الخوف ننظر له، هل هو خوف يترتب عليه إضرار بالمرأة المسلمة أم أنه خوف متوهم؟ جميل. لأن بعض الناس عندهم توهمات وعندهم مبالغة وعندهم يعني بطبيعة شخصيتهم عندهم خوف شديد، وربما يعني يتوجس ويتوهم ويخاف أمورا يعني ليست حقيقية، خيالية في خياله وفي ذهنه، فمثل هذا لا يلتفت إليه. لكن لو قدر أن المرأة لو صلت لتعرضت لضرر، حصل لها إضرار، فهنا لا بأس أن تصلي في السيارة وتصلي على حسب حالها واتق الله ما استطعت. لكن إذا كان مجرد توهم ومجرد خوف ولن يحصل للمرأة ضرر، فالأصل أن المرأة تعتز بإسلامها. جميل. وتعتز بدينها، فهي على الدين الحق، والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما دمت يا أختي المسلمة على الدين الحق ينبغي أن تعتزي بإسلامك.